ضيفي صنف من أجمل الأصوات في العالم بشهادة كبار الفنانين والقراء والمنشدين في الوطن العربي والعالم. فأول ما سمعت أنا هاي الأنشودة خفت منها، يعني أول شيء رفضتها أول مرة، يعني بعدين عم سمع على أصدقائي وهيك، فأبدو أعجاب أنه في أسباب معينة غير. لا هي لأنه نمط تاني، لا لا مختلف كليا على الواحد زائد واحد يساوي اثنين بالنسبة لنمطنا الإنشادي. لم يكن هجري حبيبي عن قلالة ولا ذاك تجني ما لنا. اليوم يعني الموضوع مو فقط صوت، هي في صوت حكينا وانتقاء الكلمات واللحن، واللي أهم من هذا كله اليوم هو التسويق. غالبا بيقول لك إنه هذا يعني يفترض ما يكون متسابق، مع إنه أنا بحبكم متسابق. أنا بالنسبة لي يعني إلى الآن هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن يعني بتجول مثلا هلا انا داخل اوروبا وبتاشيره واحده ولا بفيزا واحده ولا بجواز واحد انت تفتل كل اوروبا مثلا بكل كرامه بكل وبكل حريه وبكل امان وبكل سلام بكل لطف بكل، يعني هذا شيء صراحه رائع، وهذا يعني منهنيون عليه هذا الشيء، وهذا ما له ممنوع. أصدقائي استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم نور شو مع الفنان الكروان والعندليب العالمي الأستاذ المعتصم بالله العسلي. هذا هو معتصم، راح يكون ضيفنا إن شاء الله في رمضان في برنامج نور شو، حكون معكم إن شاء الله، تابعونا وحياكم الله. يا مرحبا.